سواء في حزب الله اغتيال اسماعيل هنيه، وبقي اغتيال اسماعيل هنيه شهرين او ثلاثة اشهر حتى اليوم لردوا، لكن كان واضح، وهذا كلام قاله حتى السيد الخامنئي عندما قال اننا ليس لنا مصلحه الان في او لا نريد قتال اسرائيل الان. يعني كل هذا السيل من التصريحات والمواقف لم يكن خداعا، يعني لم يكن خداعا لاسرائيل. هذا الكلام لم يكن صحيحا، هذا الكلام لم يكن صحيحا. أرجوك يعني تنقل عن القيادة. طيب خليني لو سمحت، لو سمحت، وكالة وكالة مهر، وكالة مهر، وكالة مهر، اسمح لي أنا بجيب لك التصريح، أرجع على وكالة مهر. خليني ما قطعتك، الله يخليك. تفضل دكتور علي. ما قطعتك هلا بتقول لي بترد علي الآن. تفضل دكتور علي. هلا بترد علي، ماشي الحال، خليني كفي، خليني كفي ورد علي، رد علي يا اخي، ماشي الحال، خليني كفي، خليني كفي، ما بسمح لك، انا ما بدي ارد. تفضل استاذ علي، تفضل استاذ علي، اسمح لي كفي، دوري انا، دوري بدي احكي اللي بدي اياه. تفضل، بدي احكي اللي بدي اياه. تفضل استاذ علي. اريد ان اتحدث ما اريده، اريد ان اتحدث ما اريده، ولو كان لا يعجبك او ليس صحيحا، لكن اتحدث ما اريد. وانت لك وقتك، ولك وقتك، كي لك تفضل وقتك استاذ علي، لك وقتك حتى تفضل استاذ علي. انا شخصيا عندما فوجئت، انا شخصيا فوجئت بموقف السيد الخامنئي. رحت قريت هذا الموقف في صحف عربيه، ان ليس لنا مصلحه الان، لا نريد قتال اسرائيل الان. لا هذا الكلام، هذا وين مصدر الخبر؟ ذهبت الى وكاله مهر الايرانيه، وكاله مهر الايرانيه. لا انت الكاذب، انا اقسم يمين اني قراته في وجوك. ارجوك ارجوك انت الكاذب، ارجوك استاذ علي، ما يحتاج أنا شخصيا، ارجوك انا هو كاذب. ان استاذ عباس ما يحتاج هذا التداخل يا سيدي يا دكتور. طيب. يا استاذ عباس ارجوك، ما يحتاج هذا. تقول هذا الخبر هو كاذب. انا أريد. طيب طيب أريد. راح يجيك دورك. تفضل استاذ علي الامين، انت الكاذب. لا لا ما نحتاج هيك، ما نحتاج هيك مفردات استاذ أنا علي شخصياً. انت اكبر منها. انا شخصيا قراته، انت اكبر منها. تفضل. في وكاله في اجتماع، اجتماع أقامه قليباف رئيس الحرس الثوري السابق، عضو مصلحة تشخيص النظام، مع قيادات للحرس الثوري، هذا سياق الخبر. وقال العبارة الثانية أنا فوجئت فيها قليباف، الكلب نتنياهو. قلت لماذا يستعمل هذه العبارة كلب نتنياهو، ويضيف إليها عن وكالة مهر الإيرانية، وأنا بعيوني قرأته، ويضيف أنه السيد الخامنئي لا يريد، يعتبر أننا لا نريد قتال إسرائيل في هذا الوقت. طيب. وهذا كان توقيت الخبر بعد من طيب 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 استاذ علي أرجوك خلي يرد استاذ عباس، وهذا الخبر خلي يرد استاذ عباس أرجوك استاذ علي تفضل استاذ عباس، بس أرجوك بدون مقاطعة استاذ عباس، يعني أكو دور وأكو وقت. طيب. تفضل. طيب. معي؟ نعم نعم. طيب إيه؟ أخي الفاضل عزيزي، هذا الخبر لم يكن صحيحا. عندما ينقل أحد هذا الخبر ومن ثم يبني ويحلل ويفسر بناء على خبر كاذب، هذا نوع من يعني من عدم مصداقية الحوار ومن عدم مصداقية الموضوع. هذا الخبر لن ينقل بتاتا، هذا الخبر لم يكن خبرا صحيحا.